لحد ما انا ماسك كده اهو، ده نص الطربوش ادي 18 سم. طول ما هي كده اهوت انا بعملها زي الولد اللي هو لسه مولود. الصناعة دي يا أستاذ الفاضل أنا قلت لك أنا واخدها وأنا صبي، آخر السلالة في الطرابشية ناصر الطرابيشي وأولاده، آخر السلالة في الصناعة. كل محافظة فيها طرابيش، جنب مني طرابيش، الشرقية فيها طرابيش، المنصورة فيها طرابيش، الصعيد فيه حوالي 3-4 طرابشية، بس كله بيصب عند الأصل. أعوذ بالله من قولة ناصر الطرابيشي. ناصر الطرابيشي بيطلع أولاده طرابشية عشان يحافظ على المهنة، عشان الناس اللي بتقول لك انقرضت. طول ما الازهر فاتح انا شغال. العمة دي اساسا انا بجهزها واحده واحده. ليه؟ بيجي لي الزبون انا بحب ابص له 10 دقائق، جبت شكله بشتغل على وشه، عشان كده تلاقي العمم هي اللي قليله. سكر زياده. سالنا ناس كتير فقالوا ان هو ده المكان الوحيد اللي احنا ممكن نلف عنده، تمام؟ وانا اول مره اجي عنده اهوت، طبعا هو شغله بما يرضي الله يمكن ان يكون دقيقا، يعني شغله كويس كما سالت عنه يعني لقيته، تمام؟ كذلك هو برضه شغال من فتره كبيره، هو الوحيد اللي في المكان ده اللي بيلف الحاجه دي. ده يلبسه واعظ، يلبسه مدرس، يلبسه راجل منبر، يلبسه شيخ الازهر، يلبسه شيخ معهد. ده يلبسه خمسه من الاشخاص. راجل المنبر لما بيكون طالع بالوقار اللي حضرتك هتشوفه دوت، بيبقى فيه خشوع ما بينه وما بين الراجل اللي هو المستمع. الظابط ما قدرش يخش على الحكندره لما يكون لابس الطربوش اللي هو الافندي اللي هو بتاع الملك فاروق. ده بتاع الملك فاروق، ده بياخدوا فلسطين، ياخدوا العراق، ياخدوا لبنان، ده بيستعملوه كعمه شاميه. اشتريتها منهم ولا